السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اش آه... نقول لكم المهم اول حاجه غنبغي نقول لكم ما تنسوش الاخوان تابوناو معنا فلاشين ديالنا تقاو الزر الاحمر تحت من الفيديو غادي ديروا اشتراك في القناه باش يوصلكم دائما الجديد ديالنا آه... الى عجبكم الفيديو في الاخير ما تنسوش التعليقات ديالكم ما تنسوش بان القناه ديالنا هي قناه مصري الزمرودي آه... اللي كتقدم لكم دائما الجديد المهم اليوم غادي نتكلموا على ديسا ديسان كما كتشوفوا معنا اي حاجه كتعرفوها نتوما راه تقريبا كتكون 3 دي في الغيال في الواقع كيكون داكشي 3 دي كما كنشوفوا معنا دابا هذا واحد الشكل 3 دي هذا الشكل عنده جوج الانواع ديال القسم اما الا بغينا نقطعوه بالمنشار مثلا بغينا نقطعوا هذه البكيه هذه بالمنشار نقطعوها بحال ما هكا اشنو غادي يولي بان لينا غيبان لينا الاثار تاع المنشار اللي داز هاد الطرف غنحيدو غنبداو نشوفو فهاد الطرف إلا كنا غاديين فهاد لوسونس سونس عاد الإتجاه هدا غيبدا يبان لينا هاد القطاع هادو لي كيما كتشوفو فيهم هما مقطعين يعني الآثار تاع منشار هاد الآثار لي كيبانو كخطوطة في البلان في الكوب كيكونو ملي كنديرو ليهم خطوطة كنبينو بيهم حنايا شي حاجة لي من لي بريك حيط شي حاجة بحال ما هكا الحيوطة مثلا المير نفيدكم شنو الفرق ما بين المير و الكلوازون المير كيكون كبر من الكلوازون كيكون عشرين و فما فوق الكلوازوت يكون غير 15 فما اقل 10 ولا 15 هذه معلومه احنا دزناها من قطعنا اشنو غيولي بالنا الطرف غنلوحوه ما عندناش به اهميه حنا بغينا نعرفو المحتوى تاع هذه القطعه هذه بحال قلنا شي كيكه بغينا نشوفو المحتوى الداخلي ديالها المحتوى الداخلي ديالها قلنا كيبان علينا بحال ماكم اشيري هادو كيتسموا لي جاسيو. يعني الخطوط المتقطعه الحيوطه ولي بريك كيبانو بحال ما الا كانت شي حاجه بيتون ارمي كتبان كامله ملونه بالاسود منين غنبغي اسيدي انا نرسمو هنايا في ورقه وما غاديش نرسمو 3 دي أي غير خصني نرسمو غير كيما كيبان لي انا كنشوف فيه هكا غادي نرسمو منين غنرسمو غير نرسمو الطريقه هذه هنا علاش دايرين لينا هذا الخط هذا مسدود من هنا لانه هو النهايه ديال هذا الخط لان هذا الخط ومع هذا البلايص غادي يلتقيو مني غنكون كنشوف فيهم مباشره من هنا ايولي بان لي هذاك اللي اللور بحال لاصق مع هذا ما يمكنش كيفاش غنرسم هذا راه جا ورا ظهره والنهاية هاد النقطة اللي هي نهاية الإسقاط ديال هاد النقطة راه هي هاد النقطة إذا هاد النقطة بالإسقاط غادي تكون هي هاد النقطة مادام الدخلة ميمكنش ما ليا تبان ليا أنا في ورقة عادية في دو دي غير في تروا لذلك هاد النقطة وهاد النقطة كيتعتبرو نقطة واحدة وهاد النقطة وهاد النقطة كيتعتبرو نقطة واحدة وغيكمل لينا السطر إن شاء الله دابا غادي ندير لكم واحد التطبيق غادي نشوفو من خلاله كيفاش كنديرو هادشي غنصايب ليكم بلون فيه غير باب وشرجم وندوزو الكوب من الباب وشرجم وغادي نشوفو كيفاش المهم نكملو ها آه الديسان اللي عطيتكم درنا واحد اللحظة ديال الاستراحة دابا هذا هو اللي رسمت انا في الاول قبل راه درت ليكم بث مباشر وكنت كنشرح بلي لي طايب مزيان ويلا يلاه كرسم فيه وكنشرح. في الاخير خانتني الكونيكسيون و داكشي ما مزيان المهم البلون ها آه هويا رسمناه هذا البلون هذا رسمت فيه غير باب وشرجم وهنايا هاد الشرجم زدتو اذا انا هاد البلان هذا كما قلت لكم دوزنا منو هاد الخطوط اللي متقطعين الخطوط اللي متقطعين كيعنيو بانني مقطع من تما هذه قطعه قطعتها اذا ما دمت انا قطعتها اي واحد فيكم غيتسائل واش انا كنشوف هنا في هذا الاتجاه او لا انا كنشوف من هذا الاتجاه حتى اللي غادي يشوف من هنا غايقول لي والله حتى الباب جا في اليمين هذا اللي غيكون كيشوف هنا يقول والله حتى الباب جا في اليسار شكون اللي غنصدقوا به هنا الجوج هادو غنصدقوا الاسهم هادو هادو اللي هنا هنا دائما كتلقاو الاسهم مرسومين في الاتجاه الا لقيناهم غادي في الاتجاه غنصدقوا هذا اللي قال انا الباب في اليسار كل لقينا الاسهم في الاتجاه اذا راه حنا غنصدقوا هذاك اللي غايقول الباب في الاتجاه الاخر اللي هو اليمين انا بالنسبه لي في هذا الشكل هذا كيبان لي ان الباب غايجي في اليسار مادام الباب غادي يجي في اليسار حاجه طبيعيه اول حاجه غادي نركز لكم عليها ان هذا كامل اللي كيتسمى دي سان كيدور غير بالاسقاط قريتوا الاسقاط تاع نقطه اي نقطه كندير الاسقاط ديالها دابا حنا هذه هي القطعه اذا اي نقطه مقابله مع القطعه غندير الاسقاط هذه النقطه غاتقطع على حنا هنا اذا النقطه يمكن لي نشوفها كتبان قدامي اذا هذه النقطه غندير لها اسقاط وننقلها بطبطبطبط حتى الى لا نهايه هاد النقطة تاهي غندير لها الاسقاط ونقوم محبطها غنجي نشوف شنو عاوتاني كيبان ليا هنا كيبان ليا غير الحيطة تاع حيط غادي غادي هنا تغيرات ولا شي حاجة أخرى إذا شرجم بادي من هنا غندير الاسقاط البداية ديالو والنهاية ديالو ما كيهمش حتى لين غادي يعني نبقى غادي هابط والنقط ما عنديش إشكال أنا غادي هابط ماشي هذا هو المشكل عندي المهم ندير الخطوطة في الأول غنجي عاوتاني هنايا مقطوع عندي شرجم من هنا حتى لهنا غندير الاسقاط نعم سيدي. غنهبط نبقى غادي هابط ندير الاسقاط عاوتاني جاي الاخر وغنبقى غادي هابط مني ساليت الاسقاطات غادي نجي غنقول شنو عندي هاد الدار شحال فيها في الارتفاع منين بادية وفين غادي تسالي غنجي غندير خط ديال البداية نعتبرو انا راسي على حساب لا دار كيقولو كي لي لا دار كانت غادا مقادة غنمشي بيه مقاد كان شي اختلاف غادي نتناولو معاكم في فيديو اخر ان شاء الله ونبين لكم ومنها كنهضرو على انا لا دال. يعني شنا هي. يعني شناهي يعني هاديك البلاصه اللي كنمشيو فيها هي لا دال. كامله نيفو واحد مقاده ما فيهاش الاشكال هدينا مزيان ياك غنجيو اشنو قاطعين حنا هنا قاطعين الباب ولكن اين بارتيه في الباب اللي قاطعين قاطعين البارتيه اللي اللي الباب فيها كيبان كيبان مع الحيط انا نعطيكم دابا مثال أنوريكم هنا بهذا الميرا المهم دابا غنشرح لكم نوريكم كوب ديال الباب كيفاش دازت الكوب كما كتشوفوا هذا الباب هذا هو الباب بحال هكا هذه هي الحله اللي كنا دايرين حنايا لا <applause> كوب <applause> دز قطع بحال ماك على هذا الاتجاه اذا انا غنكون كنشوف في الباب بحال هكا اا خوك نشوفو جنب كنشوفو في هذا الاتجاه في هذا الاتجاه كيبان لي النهايه ديالو راه هي والهبطه ديالو حتى هنا ما كيهمنيش انا الدفه الدفه راه ما عندهاش اشكال اذا غنشوف غادي نكون الرسم بحال هكا من هاد الارض هاد الارض ديالو الارض ديالو اللي هو الارض ديال الحيط ونبقى غادي بهذا الارض هذا غادي 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 يشيل هنايا هنا في لا فان دير خط بانه رساله ومن وراه راه غيكون مقطوع حتى الحيط لان الحيط هو غيكون طالع وغادي يشير على اساس انه حيط فهم رجعوا للفيديو نوريكم نكملوا شو دابا في الواقع كيفاش اذا غنشوفوا كما قلت لكم انه تطلع من هنا غيبان لي غير الارض ها هي هي تاع البديه تاع الباب وغنبقى طالع به حتى الاخر ديالو فين غيبدا هو راجع وغادي ندير واحد الخط بان راه النهايه هذيك لانه مقطوع من تمايا اي دو فوق منه كيبان لي الحيط فوق منه من غيبدا يبان لي الحيط غناشيريه وغادي يبقى غادي حتى النهاية تاع ديك الدار ها هي النهايه انا رسمتها بهذا اللون هذا اللي غادي من هنا اسود ثالث الباب غنجي نبدا نشوف شنو هي لي الاخر اللي قريب اللي في جهه الباب الاليمون الاخر اللي غيكون غيكون هو البعد من هنا حتى لهنا غيكون مثلا نديرو حنا عندنا جوج متر مثلا تاع البعد جوج متر وغنلقى الشرجم اذا غنزيد جوج متر وغادي ندير الاسقاط تاع هاد الخطوطه هاد غنشوف الشرجم شحال فيه فيه مثلا متر اذا غنشد هاد المترو وغادي يساليو ليا هنايا اذا هنا ملي يعني. غندير الاسقاط ما شحال فيه واش فيه مترو ولا ما فيهش لانه بالضبط مادام هاد البعد ما بين جوج نقطتين والصمت على اساسهم جوج المستقيمات راه غيبقى دائما نفس البعد ومادام هما متوازيين راه عمرهم ما يلتقي ولا غيتقارب المسافه بيناتهم غتبقى نفسها بالضبط ها آه هنا متر من ورا هاد النقطه غنمشي للنقطه الاخرى النقطه الاخرى اللي غادي تبان ليا انا دائما غادي مع هاد الخط كو كانت مدرقة عندي بشي حاجة هنايا شي حاجة ملي مدرقة شي حيط مثلا غادي حتى لهنا راه ما يمكنش ليا نتجاوز انا هذا الحيط بعينيا ونشوف الاخر اللي وراه لانني كنشوف غير من اول حاجة غادي تصادفني هنايا اول حاجة صادفتني كان شرجم اول حاجة عاوتاني هنايا صادفتني الشرجم ماشي صادفني هذا الحيط قطع الشرجم الشرجم كيفاش غادي يبان ليا انا مني قطع انا غنكون قطع الحيط غيبان ليا الطرف الاول البدية غتكون حيط غنقطع لا حتى غنلقى البدية ديال الشرجم كما درنا بالنسبة للباب كنا هادي لقيناها في الأرض بالنسبة للشرجم هاد الطلعة هادي غنلقاها هو الفوق لقينا البدية تاع الشرجم لقينا النهاية ديال الشرجم وكمالتو غدا بالحيط هادشي اه اللي كاين بالنسبة لهاد الطلعة هذه كيكونو كيسميوها لينا ميغ داليج كيقولك الأغلبية كتكون فيها تسعين مدام عندنا ميرد فيه في 90 غنعرف انا منين غيبدا عندي الشرجم في الارتفاع بالنسبه للارتفاع غتقول لي انا باش نعرف الارتفاع ديالو لك قلب المعطيات غتلقى معطيني الفوناتخ عطينا المعطيات مثلا فونيتر فيها متر 20 وعشرين وعشرين وراسمين في الفي بلو متر اذا رب الاخرى متر قلنا مثلا متر وهنا راسمين متر وعشرين اذا الارتفاع فيه متر ديما نتوما في واللي بقى عليكم في هذه لي دوني غادي تعرفوها وغادي تحطوها هنا هذا ما كان بالنسبه لهذا الفيديو عرفنا هذا الكوب كيف كدوز غنشوفوا فيديو اخر ان شاء الله غادي نحاولوا اننا نتناولوا فيه معطيات اخرين كثير وغنشوفوا لي كوب سيركيلير وهذا ما كان اخوان الله يعاونكم